تشارلي وعيد الهالوين. عيد هالوين سعيد. هل أخذتكم؟ بالطبع فعلت، لكن إن لم يفي ذلك بالغرض يستطيع تشارلي العجوز أن يقص عليكم قصصا مخيفة. أوه انتظروا دقيقة، صدقوني قصصا ليست للصغار. والآن هيا، أول قصة بدأت في ليلة كهذه حين وصل إلى الدببة الثلاثة طرد مميز. هذا رائع. يا لثر فيهم. من أين اشتريتهم؟ من على الإنترنت. يشبهوننا تماما. ما فائدة القلب؟ مكتوب: ضع جزءا منك داخل القلب وستصبح دميتك اللطيفة دمية مميزة للغاية. جزء من